محافظة المثنى. محافظة المثنى لها خصوصية كبيرة في نظرنا، لأن هي محافظة تقع في ذنائب الأنهر، وهي بحاجة ملحة وكبيرة للمياه. ومثل ما تفضل السيد المحافظ، صحيح احنا السنة هي أصعب سنة يمر بها العراق، لكن هناك إجراءات قامت بها الوزارة ومستمرة بها حاليا لتعزيز نهر الفرات، لأن وضع نهر الفرات وضع صعب، لكن الإجراءات اللي قمنا بها الوزارة منذ زمن، يعني منذ فترة، أخذت بنظر الاعتبار ووصلنا إلى مثل هكذا ظرف. لهذا السبب حاليا هناك تعزيز للفرات باتجاهين، من نهر دجلة، وأيضا هناك تعزيز من بحيرة الثرثار. هناك العديد من المخرخات اللي تم نصبها حاليا. هذا اليوم وصل التصريف إلى 70 متر مكعب في الثانية، وهذا رقم كبير، وتسعى الوزارة إلى أن نصل إلى 100 متر مكعب في الثانية. هذه كل الهدف منها هو تعزيز الفرات.